هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. احتفالات جماهير الوداد تضيء سماء الدار البيضاء. توافد عشرات الآلاف من الجماهير الودادية على ملعب بن جلون الذي يحتضن تدريبات الفريق الأحمر، وذلك للاحتفال بذكرى تأسيس النادي المغربي العريق. وتزامنت احتفالات النادي الودادي بذكرى 85 لتأسيسه مع عودة الفريق بانتصار مهم 3 أهداف مقابل هدف من ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنغولية رواندا السبت على حساب بيترو أتلتيكو الأنغولي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال. وقدم الوداد مباراة تاريخية يومه السبت رغم سفره منقوصا من عدد من نجومه للإصابة والإيقاف، وجابت جماهير الوداد الرياضي شوارع الدار البيضاء بعد المباراة بتنسيق محكم من فصيل ألترا سوينرز وسط حضور أمني مكثف لاحتفال الوداد بهذه الذكرى التاريخية. وشارك في الاحتفال أكثر من 100,000 مناصر للوداد حضروا من مختلف المناطق بالمدينة وحتى من خارج الدار البيضاء. وتوجهت الاحتفالات بكارنفال من الألعاب النارية التي غطت السماء البيضاء وتحولت لكرة لهب باللون الأحمر، وهو لون النادي الذي ينافس على 3 بطولات محليا وقاريا. وكان لاعبو الوداد قد تركوا ملعب مباراة يومه السبت في لواندا وغادروا مباشرة عائدين للمغرب عبر طائرة خاصة التي وفرتها إدارة النادي الأحمر، ويواجه فريق الوداد الرياضي بيترو في 13 من الشهر الجاري. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.